هل من كلمة توجهونها لهذا المريض وتلك أيضا الذين هم على سرها البيضاء ونفوسهم ربما تتوق لربما الإدراك أو الاتيان بفرضهم بالواجب عليهم بحجة الإسلام وهم لم يحجوا لعارض أو لغيره، هم الآن مرضى على سرة البيضاء، ما التوجيه لهم وما التوجيه لذويهم حصائلي؟ نعم، من حبسه الله عز وجل كما جاء في الحديث بسبب المرض وكان المرض مما يشق عليه معه الحج أو يمنعه منه كما سبق في تفصيله في درسنا بالأمس، إلا أن هذا الرجل لي معه بعض الأمور. الأمر الأول أني أقول له إن الله عز وجل قد خفف عنك بسبب هذا المرض، فلا يلزمك أن تزاحم الناس ولا أن تؤذي نفسك ولا أن تؤذي مرافقيك بالانتقال ما دام قد خفف عنك في ذلك، ولتعلم أن الله عز وجل سيثيبك أجرا على نيتك ويثيبك أجرا على ما كنت معتادا عليه في صحتك. ولذلك روينا في الأثر عند الديلمي، وإن كان إسناده ضعيفا إلا أن معناه صحيح، أنه روي في الأثر أن نية المؤمن أبلغ من عمله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، من دخل في النسك وهو مريض ثم أراد أن يفعل الأنساك كلها تامة ويظن أنه إن فعل النسك تاما كما يفعله الأصحاء أنه يكون أعظم لأجره، فتجده يطوف واقفا أو معتمدا على رجلين، وتراه يتعب من معه في رمي الجمار بالانتقال إليها والرمي بنفسه، وتراه يفعل أشياء كثيرة قد جعلت له فيها رخصة. ولنعلم أن المقصود من الحج إنما هو عبادة الله عز وجل وإعلاء ذكره واللهج بذكره سبحانه وتعالى، وأنت ربما في مشقتك على نفسك بهذه الأمور وقد عذرك الله عز وجل تكون قد أشغلت نفسك عن ذكر الله عز وجل بزيادة مرضها والمشقة عليها. كيف وقد جعل الله عز وجل لك رخصة بالتوكيل في الرمي مثلا، وجعل لك رخصة بالتوكيل في الذبح، وجعل الله لك رخصة كثيرة بالطواف جالسا أو بإسقاطها بالكلية، ويعفى عن بعض الواجبات كما سيمر إن شاء الله في محله. فالمقصود أن المرء يأخذ الرخص التي يرخص الله عز وجل له بها، وأن يأتي بهذه الأمور التي جعلها الله عز وجل رخصة وعفوا منه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال ولا على المريض حرج، فدل على أن الحرج مرتفع وأن المشقة منفية عنه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله أعلم.